مرحبا، اليوم رح نحضر مع بعض وصفة البرازق. وصفتنا زاكية كتير لأنها قديمة، من أيام جدودنا كانوا يحضروا البرازق بهاي الطريقة. بدنا نحتاج المكونات التالية عشان نحضر فيها وصفتنا: 3 كوب من الطحين، كوب من السمسم، تقدروا تستعملوا المحمص أو الني، معلقتين كبار من اليانسون الناعم، معلقة كبيرة يانسون حب، معلقة كبيرة من الشومر الحب، ربع معلقة بيكنج سودا، نص معلقة بيكنج باودر، بدنا نص كوب من زيت الزيتون، وبدنا قطر. القطر اللي احنا عاملينه بنفس وصفتنا للقطر، بس استعملنا 3/4 كوب من السكر مع ربع كوب من المي. ورح تلاقوا الوصفة باللينك موجودة مع مكونات الوصفة تبعنا عشان نحطه للبرازق بالتزيين. رح نخلط المكونات الجافة كلها مع بعض عشان نقلبها وتختلط منيح. بيكنج سودا والبيكنج باودر، طحين والسمسم، هلأ اليانسون واليانسون الحب والشومر. هلا رح نضيف زيت الزيتون، نقلب زيت الزيتون، تقدروا تعملوها على البلندر اذا بدكم، بس يفضل انه نخفقها هيك يدويا. وهلا رح نضيف كمية القطر اللي عنا، بتطلع حوالي كوب من القطر. هلأ بدنا نعجن هاي المكونات كلها مع بعض تتشكل عنا العجينة. بعد ما عجننا العجينة وتشكلت عنا العجينة، أخذنا ورقة زبدة وحطينا فوقها جزء من العجينة. هلأ أنتوا لما بكم ترقوها رح تحطوا ورقة زبدة تانية. ونجيب الشوبر بدنا نرق فيها لحد ما نوصل للسماكة اللي احنا بدنا اياها. هلأ ممكن وانتو عم بتشكلوا العجينة حسب نوع طبعا الطحين اللي انتو عم تستعملوه انه ما تتشكل عندكم بسهولة، تكونوا تحتاجوا للسوائل، فبتقدروا تضيفوا معلقة او معلقتين من المية او 3 كمان، طبعا معلقة كبيرة، عبين ما تحسوا العجينة عندكم تشكلت بسهولة. تقدروا هلأ بعد ما فردتوها تستعملوا اي قطعة عندكم بالبيت عشان تقطعوها بالحجم اللي انتو بدكم اياه. بعد ما قطعنا البرازق رح نحطها بصحن الفستق الحلبي، وهاي الجهة اللي اجى عليها الفستق الحلبي رح نحطها بالصينية هيك، يعني تيجي من تحت البرازق، ومنرصها طبعا بايدنا شوي بس نحطها بالصينية عشان يمسك عليها منيح الفستق الحلبي. وبنستمر بهاي الطريقة حتى نخلص كل العجينة اللي عنا. هيك صاروا البرازق جاهزين عشان ندخلهم على الفرن. فرن حرارته 180 درجة، منكون مضويينه قبل. بدنا ندخلهم من حوالي 15-20 دقيقة او حسب ما كيف انتو بتشوفوها متحمروا. هيك صاروا عنا البرازق جاهزين، وصفتنا زاكية كتير، ولاحظوا كيف بصير الفستق الحلبي من تحت. اذا بتحبوا بتقدروا تقحمشوهم زي هيك او تعطوهم لون احمر زي هيك او اقل، كيف ما انتو بتلاقوها مناسبة. وصفتنا بتنفع الناس اللي بتبعوا النظام الغذائي النباتي كمان. وزاكية كتير، ما تنسوا تعملوا لنا لايك سبسكرايب وشير لانه احنا بحاجة لدعمكم. نشوفكم بالوصفة الجاي.